لاجل شيخ المرجلة سكت عذبة الجزاء والقوافي سكتها للسنافي الخليه يا حمد مبروك تعدادي حبة الربان يا سليل الجود والفخر يا درب الأمليه الشهادة جبتها بالعزيمة والفعال إرادة والصبر نالت مجهود لاجل شيخ المرجلة سكت عذبة الجزال والقوافي سكتها للسنافي الفطين يا حمد مبروك تعداد حبة الرمال يا سليل الجود والفخر يا درب اليمين لاجل شيخ المرجلة سكت عذبة الجزال والقوافي سكتها للسنافي الفريه يا حمد مبروك تعداد حبة الرمال يا سليل الجود والفخر يا درب اليمين الشهادة جبتها بالعزيمة والفعال إرادة والصبر نالت مجهود السنين بالتعب والجهد قد نلت حلمك والمنال والله انك راضي جموك الشهري يوسف سليل وعقبي أمك اللي صيتها ينظر فيها المثال أم خالي تفتخر فيك يا أغلى البنين فيه وأخوانك نشامة وطالق الرجال الشدايد ورخا دوملك ذخر وعويل ذاك أخوك شهر خالد من قرم الرجال يفتخر بك وتباهى على خليه والسنافي متعب اللي صفات اليوسفي يبحلاه يفرقه والختم جعل الفرح والسعادة خارفة يا حمد جلت وفيك لك في كل حين لكل شيخ المرجلة سكت عذبة الجزال والقوافي سكتها للسنافي الخليه يا حمد مبروك تعداد حبة الرمال يا سليل الجود والفخر يا درب اليمين الشهادة جبتها جموك الشهري يوسف سليل وعقبي أمك اللي صيتها ينظر فيها المثال أم خالي تفتخر فيك يا أغلى البنين فيه وأخوانك نشامة وطالق الرجال الشدايد والرخا دوملك ذخر وعويل ذاك أخوك شهم خالد من قرم الرجال يفتخر بك وتباهى على خليه والسنافي متعب اللي صفات اليوسفي يبحلاه يفرقه والختم جعل الفرح والسعادة خارفة يا حمد جلت وافق لك في كل حين 0555877 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 00966505587